هسا ننتقل للمحاضرة الأخيرة من محاضرات الفارماكوكاينيتكس اللي هي بعنوان الإكزكريشن. السؤال الأول يقول لك سيستميك كليرانس مين؟ رينال كليرانس غلط، لأنه الرينال هو جزء من السيستميك، تمام؟ نون رينال هو الجزء الثاني من السيستميك، اثنين مع بعضهن هن السيستميك كليرانس. إذا الجواب الصحيح هو سي. شو بيقول لك؟ سي both renal and non renal clearance، تمام. which of the following decrease clearance in the body؟ هذا السؤال مر علينا من قبل. الميتابوليزم بيزيد، الابسوربشن بيزيد، البلازما بروتين بايندينج هذا بيقلل، انترافينوس انفيوجن هذا ما له علاقه، تمام. اذا الجواب هو سي. بيقول لك example of drug that follows zero order kinetics. بدنا نعرف انه zero order هن عبارة عن ثلاث ادوية، البي والاي والاي، فينيتوين، وهنا عنا الايثانول، وهنا عنا الاسبرين. عنا بنسلين غلط، الميثانول نركز ميثانول هنا وهذا غلط، دوبامين غلط، الفينيتوين هو الخيار الصحيح، تمام. يقول لك elimination half life، تمام. يقول لك 0.693 في دي ديفايدد، يبدو بدنا نرجع للقانون الهاف لايف، تمام. تي هاف لايف يساوي 0.7 ضرب الفوليوم ديستريبيوشن على الكليرانس، تمام. بس ما عندنا 0.7. هسه 0.7 هذه رقم تقريبي في المراجع والكتب، ال 0.7 هي بالأصل 0.693، تمام. وين نشوف هذه؟ في الخيار A، إذا هو الخيار الصحيح، تمام. عندنا السؤال الخامس بيقول لك one of the following is true about elimination. نيجي للخيار الأول، بيقول لك the elimination is proportional to plasma concentration in first order. هذا خيار صحيح، لأنه في الحركية اللي هي الحركية، تمام، الدوائية اللي هو first order kinetics، بيكون التخلص متناسب مع تركيزه، تمام. أيضا هو الجواب من هسه يعني. بس خلينا نشوف ليش الباقات غلط. بيقول لك the elimination is not proportional to plasma concentration in first order، هذا يعني عكس الخيار الأول فهو خطأ، تمام. خيار سي بيقول لك it indicates time required to attain concentration steady state about 1 to 2 half life. لا غلط، 1 to 2 غلط، الصح من 4 to 5 half life، تمام. إذا هو خيار خاطئ والخيار دي هو none of above، تمام. السؤال السادس بيقول لك one of the following is not a way to eliminate، تمام. هسه الليفر هو أحد أعضاء الـ elimination، الكيدني برضو، واللنج، والمذر ميلك، بيظل عنا البنكرياس هو مش عضو من أعضاء الـ elimination، تمام. wrong statement about half life، تمام. بيقول لك 90% of steady plasma concentration occur at second half life. هذه عبارة يعني خاطئة، لأنه الوصول إلى 90% من التركيز بحدث بعد حوالي من 4 to 5، تمام، half life، تمام، مش second، يعني مش بعد الأولى والثانية والثالثة، بعد 4 or 5، فهو خيار خاطئ، تمام. هو الجواب الصحيح، تمام، خيار خاطئ والجواب الصحيح تبع السؤال. الخيار الثاني يقول لك it is the time required to reduce the plasma concentration of the drug to half the initial concentration. هذا خيار صحيح، لأنه نصف العمر هو الزمن اللي بيلزم مشان نقلل تركيز الدواء في البلازما لنصف قيمته البدائية، تمام. half life، تمام، أو t half life is constant in first order kinetics، وهذا خيار صحيح. none of above، إذن الخيار الجواب الصحيح للسؤال هو خيار A.
بقول لك which of the following does not include in kinetics. تمام، هذا السؤال مر علينا كثير، اللي هو جوابه uses. السؤال التاسع بيقول لك all of the following are true about half-life except. تمام، الخيار الأول بيقول لك half-life increases when metabolism decreases. هذا خيار صحيح، لأنه لما يقل الميتابوليزم بيزداد عمر النصف. أنت لما تقلل عمليات الهضم للدواء فأكيد عمر النصف لهذا الدواء راح يزيد. تمام، عندنا الخيار الثاني بيقول لك half life increase when metabolism increase. هذه عبارة خاطئة، لأنه زيادة الميتابوليزم بتؤدي إلى تقليل عمر النصف. تمام، إذا هو الجواب الصحيح. هسا السؤال سي بيقول لك after 4 to 5 half life concentration steady state can be reached. وهذا خيار صحيح، إذا الجواب هو B. سؤال عاشر بيقول لك what is the relationship between the half life of a drug and its clearance. تمام، هسا directly proportional، لا العلاقة مش طردية. inversely proportional هي العلاقة، نعم عكسية، لأنه كل ما زادت كل ما زاد الكليرنس بقل نصف نصف عمر النصف. تمام، لأنه لما نرجع للقانون تي هاف تاي اللي هو 0.7 ضرب فوليوم ديستريبيوشن على كليرنس، إذا علاقة inversely. ما يعني non related، هذا خطأ. exponentially related مش علاقة أسية. تمام، أصلا نيجي للسؤال رقم 11 بيقول لك which of the following statements is true regarding first order kinetics. هس الخيار إيه، بيقول لك a constant amount of drug is eliminated per unit of time. هذا خيار خاطئ، ليش؟ لأنه بيقول لك a constant amount، بينما في الفيرست أوردر constant percentage. تمام، يقول لك الخيار الثاني the half life is not constant. غلط، لازم يكون constant. تمام، خيار سي يقول لك steady state concentration can never be reached after 4 to 5 half lives. تمام، وهذا خيار خاطئ، لأنه أصلا بيصل مرحلة steady state concentration بعد 4 إلى 5، مش never. تمام، يقول لك the rate of elimination is directly proportional to the drug drug's blood concentration. وهذا خيار صحيح، المعدل بيكون مناسب تناسب طرديا يعني. تمام، السؤال الأخير which of the following best defines the term half life in pharmacology. هذا خيار يعني يقول لك the time it takes for a drug to reach its maximum concentration in the body. هذه عبارة خاطئة. تمام، the time it takes for half of a drug dose to be eliminated from the body. هذا خيار يعني صحيح. تمام، يعني نصف جرعة دوائية انه يتم التخلص منها بواسطة الجسم، والجواب صحيح. the time it takes for a drug to produce its therapeutic effect. غلط، the time it takes for a drug to be completely metabolized. هذا برضو غلط، إذا الجواب عندنا B. وهيك بنكون خلصنا رشيف لأول 6 محاضرات.